أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم
وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم فيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع سورة العنكبوت المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. طبعا هذه السورة سورة مكية، والمفسر ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول بأن هذه الآية جاءت لترسم الخطوط العامة
لكيفية الحوار أو الجدال مع أهل الكتاب. هذه ممهدة لمرحلة ما بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، وأن هذه الآية لا تخص أجواء مكة. لماذا؟ يقول بعدة اعتبارات. اعتبار الأول أنه ما كان في أجواء جدال ما بين أهل الكتاب وبين النبي والمسلمين في مكة المكرمة، الجو العام كان جو شرك، وبالتالي احتمالات وجود مثل هذه المجادلات احتمالات منتفية أو نادرة جدا، ولا تحتاج إلى رسم معالم الطريق في كيفية الجدال. وبالتالي هذه الآية ممهدة لمرحلة قادمة، مرحلة ما بعد الهجرة، وإن كانت سورة مكية. السبب الثاني يقول أن النبي صلى الله عليه وآله عندما نزلت عليه آخر آيات سورة العنكبوت كان يمهد للهجرة إلى المدينة، هذا مؤيد على ما نقول. الأمر الثالث أن الآيات السابقة على هذه الآية كانت تخص المشركين، وأسلوبها كان عنيف جدا، فكأن هذه الآية جاءت لتقول يا رسول الله أنت ومن معك من المؤمنين انتبهوا، هذا الأسلوب الموجود في خطاب المشركين الذي تجدونه في هذه السورة أو في سور سابقة مكية بما فيه من العنف والشدة، هذا لا تستعملوه مع من؟ مع أهل الكتاب. مع أهل الكتاب يجب أن تستعملوا أسلوبا آخر، لأن المشركين وجدتم منهم ما وجدتموه من جحود وإنكار وعدوان وتعذيب وقهر وغير ذلك، فهذا استدعى أسلوب معين في الخطاب معهم، فانتبهوا لا تكرروا هذا الأسلوب فيما سيأتي من أجواء في المدينة المنورة. رابعا يقول لاحظ بأن الله سبحانه وتعالى قال بأن بيت المشركين كبيت العنكبوت واهن ليس له قوة، وهذا فيه تحقير لهم. ثم بعد ذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، هذا مخ ما عندهم، لا عقول لهؤلاء المشركين، فنوع من الاستهزاء والتحقير. ثم جاءت الآية ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لا تستعملون هذه الكلمات وهذا الأسلوب وهذا التوهين وهذا كذا مع أهل الكتاب. هذه يعني الأسباب التي طرحها ابن عاشور في تفسيره ليقول بأن هذه الآية لا تخص المرحلة المكية، هي مهيئة للمرحلة المدنية. ولكن أعتقد بأن يعني يجب أن يقال بأن المسألة لا ما تخص المرحلة المدنية، هناك عدة آيات في سور مكية تتحدث عن نوع من اللقاء والجدال ومناقشة بعض الأمور ما بين النبي صلى الله عليه وآله وبين بعض أهل الكتاب، والقرآن الكريم تحدث عن مثل هذه الأجواء، بل وتحدث عن دخول بعضهم يعني تصديق بعضهم لما جاء به رسول الله ولما في القرآن الكريم. أعطيكم بعض الأمثلة في سورة الأنعام، الأنعام سورة مكية، في الآية 20 من سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. فبالتالي أكو مجموعة مع أنها كانت مطلعة على مواصفات النبي والرسالة وكيف يكون الكتاب السماوي الذي ينزل على الأنبياء وما هي طبيعة الرسالات السماوية، ويعرفون أن هذا ينطبق على ماذا؟ على الرسول وعلى رسالته، ومع هذا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه الفئة عندما لا تؤمن، طيب لا تؤمن لابد أن يصير في كلام أخذ وعطى، لابد أن صار في نوع من الجدال والكلام بينهم بين الرسول، ثم بعد ذلك ينكرون. في سورة الأنعام الآية 14 بعد 100، وسورة الأنعام قلنا مكية، أفغير الله أبتغي حكما، لاحظ المضمون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك
بالحق فلا تكونن من الممترين. لاحظ هذا الأسلوب يأتي من قبل من؟ من قبل إنسان يجادل وهناك رفض من الطرف الآخر. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. واضح أسلوب جدال فيه موجود. سورة القصص أيضا سورة مكية في الآيتين 52 و53 الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. هذه فئة آمنت صدقت إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين كنا مسلمين أمرنا لله. فإذا جاءت رسالة صادقة حقيقية وثبت لنا ذلك آمنا بهذه الرسالة وفعلا آمنوا فكانوا صادقين مع أنفسهم ومع الله عز وجل. هذه أيضا تتكلم عن فئة من أهل الكتاب ومشهد آخر مختلف. فإذا نجد في القرآن الكريم في السور المكية أحيانا جدالات قائمة ما بين النبي وبين أهل الكتاب، وبالتالي ليس بالضروري أن نقول كما قال ابن عاشور أن هذه الآية الشريفة ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هي رسالة إلى مرحلة ما بعد العهد المكي، لا شاملة أيضا حتى في العهد المكي وإن كان مصداقها الأكبر والأوضح هو العهد المدني. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. في اللغة العربية كلمة الجدل يعني شدة الفتل. شدة الفتل بأي معنى؟ لما تسوي عجفة بتعبيرنا احنا او قصيبة قصايب بتعبير العراقيين مثلا. فبالتالي لما تجيب مثلا انت 3 أحبال ثم تعقدهم مع بعضهم البعض بهذا الشكل تسوي العجفة. او شعر البنت مثلا تقسمه الى 3 أقسام وتسوي ماذا؟ تسوي جدائل تسوي جديلة. هذا لما تسويه لابد ان شو تسوي فيه؟ شده. كلمه انت تسوي الربط هذا التداخل لازم تشده حتى تكون شنو؟ الجديله تكون محكمه قويه متماسكه لا تتفكك وتؤدي الغرض بالنتيجه. لان انت بتستعملها كحبل مثلا، فاذا كان راخي وبين فتحات وكذا من الممكن انه ما يؤدي الغرض المطلوب من عنده. فبالتالي الجدل شدة الفتل، والجدائل الشعر المفتول يعني العشايف اللي يسوونها بشعر البنت. وبالتالي العرب من هذه الصورة الحسية استعملوا هذا للحوار أو النقاش أو الكلام الذي يدور بين طرفين أو أكثر حول قضية فيها وجهات نظر مختلفة مثلا. فلما يتناقشون في هذا الموضوع وكل منهم يحاول أن يأتي بأدلته ويحاول أن يقنع الطرف الآخر أو يهزم الطرف الآخر أو يهدي الطرف الآخر أو يضل الطرف الآخر، في النتيجة هو يستعمل أدواته يستعمل أدواته التي من خلالها يحاول أن يصل إلى النتيجة من هذا الكلام الدائر. وعندما يستعمل هذا يستعمله بقوة، لأن كلمة الجدل تتضمن في الداخل مفهوم القوة، وهذه نقطة مهمة فيما سيأتي. وهنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الله سبحانه وتعالى يضع لنا 3 أسس مهمة في إدارة الجدال مع أهل الكتاب. الأساس الأول أن يكون النقاش والجدال والحوار مبنيا على أساس موقف قوي وأدلة قوية، لأن كلمة جدل قلنا هي تتضمن الشدة والقوة. فعندما تدخل في جدال مع طرف آخر مختلف معك وهنا أهل الكتاب يجب أن تكون قويا من حيث الأدلة التي تطرحها، من حيث الأسلوب الذي تستعمله من أجل أن تحقق الغاية التي من خلالها تدخل هذا الجدال.
فالذي يدخل ضعيفا لا يجادل، الذي يدخل ضعيفا لا يجادل، إما ضعيف من حيث معلومات أو الأسلوب، قد يكون معلوماته جيدة بس ما عنده أسلوب، ما يعرف كيف يتعامل في الجدال بحيث أنه يثبت رأيه مثلا. فبالتالي هنا النقطة الأساس الأول في الجدال الذي ترشد إليه الآية القرآنية أن ندخل بالقوة، أن ندخل بالمفهوم القوي، بندخل بالأسلوب القوي. اثنين، أن يكون الجدال هذا بالتي هي أحسن. وعندما تقول الآية بالتي هي أحسن هذا بعدة لحاظات. اللحاظ الأول انتقاء الكلمات الطيبة، الكلمات نفسها التي نستعملها لا تكون استفزازية، لا تكون مسيئة، لا يكون فيها إهانات، لا يكون فيها تحقير، وإنما تكون كلمات طيبة بحيث تفتح قلب الطرف الآخر كي تستطيع أن توصل كلمتك إلى عقله. هذا واحد. اثنين، الأسلوب الحكيم الذي يستعمله الإنسان في إدارة هذا الجدال. والأسلوب الحكيم يعني أن تعمل على شيئين، أن تدرس مشاعر الطرف الآخر، الجانب الشعوري عنده، وتعرف كيف تتكلم بحيث تثير مشاعره إيجابيا، والأمر الآخر أن تدرس عقلية الآخر كيف يفكر وما هي الأمور الفكرية التي من الممكن أن تدخل من خلالها لتقنعه بالرأي الذي تحمله أو بالفكرة التي تريد أن توصلها إليه. فإذا الأسلوب الحكيم. ثلاثة، أن تدرس الظروف المحيطة بالمسألة. قد يكون هذا الإنسان متأثر بأمر معين، بشخصية معينة، بحادثة معينة، الوضع الآن يعيش مثلا قضية ظرف معين، يجب أن تدرس هذا الأمر. رابعا، التي هي أحسن يعني الإقناع الهادئ والعميق، الإقناع الهادئ وليس بالصراخ، الإقناع الهادئ يعني بالإتيان بالأدلة المقنعة التي تتضمن أفكار واضحة والتي تحاول من خلالها أن تقول أنني أقدم لك هذه الأفكار لا من أجل أن أهزمك، ولكن من أجل أن أبين لك الحقيقة أو ما أقتنع أنا به. خامسا، أن لا تحول المسألة إلى شيء ذاتي شخصاني. من تصير القضية ذاتية وشخصية وأنا أريد أن أفوز عليك وأنا أريد أن أتغلب عليك وأنت وأنا، حين ذاك القضية تصير صراع شخصي. عندما تصير صراع شخصي راح يصير في إنكار، راح يصير في كذب، راح يصير في تلاعب بالكلمات، راح يصير في تلاعب بالأدلة وغير ذلك من الأمور التي تفسد الجدال وتحوله من الذي هو أحسن إلى الذي هو أسوأ. فيجب أن نبعد عنصر الذاتية أنا وأنت، وإنما نأتي إلى الفكرة نفسها، وأن أكون صادقا مع نفسي ومعه أنني أنا أبحث عن الحقيقة وعليك أنت أن تبحث عن الحقيقة. فإذا كانت أدلته فعلا قائمة على الحقيقة أقر بذلك وأتنازل عن رأيي، وإذا تبين العكس عليه هو أن يقوم بنفس الشيء. وهذا هو الذي يؤدي إلى احترام فكر الإسلام. يعني إذا أردنا أن نقدم فكر الإسلام أو الفكر الذي نحمله نريد أن نقدمه للآخرين، وإحنا طبعا كلامنا في الجدال مع أهل الكتاب، هذا الذي يؤدي إلى احترامهم لفكر الإسلام وليس السباب والإهانة والصراخ وغير ذلك، وهذا الذي يقربهم إلى احتمال الهداية أو على الأقل يحول حالة العداء إلى حالة صداقة على الأقل. إن لم نستطع أن نكسبهم في طرف الهداية على الأقل نكسبهم في طرف ماذا؟ في طرف العلاقات الطيبة والصداقة. طيب، الأسلوب الذي هو أسوأ في المقابل راح يكون واضح، أسلوب سباب، صراخ، شتائم، لعن، افتراءات باطلة، كلمات خشنة، أسلوب متشنج، أجواء انفعالية وتأكيد على مواطن الخلاف. هذه نقطة مهمة، الحوار بالذي هو أسوأ هو الحوار الذي يؤكد على نقاط الخلاف. تأكيد على نقاط الخلاف لن يقرب وجهات النظر،
لن يفتح أبواب الهداية. نعم قد يفتح أبواب الغلبة على الآخر، ولكن لا تستطيع أن تهدي الطرف الآخر في الأعم الأغلب من الحالات، إلا الحالات النادرة. في الأعم الأغلب لا تستطيع أن تنجح في هداية الآخر. ونلاحظ هنا الآية القرآنية أن أسلوبها أسلوب الحصر، نهي أول شيء ثم استثناء، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا، لا أحد يدخل هذه القاعة إلا، فكل واحد لا تنطبق عليه غير مسموح له أن يدخل هذه القاعة. فإذا حصر بمجموعة معينة يحملون صفة معينة. هنا أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب، ممنوع أنك أنت تدخل في جدال مع أهل الكتاب إلا بهذا الأسلوب. هذه القاعدة الأصلية، هذا هو الأسلوب الأمثل، هذا هو الأسلوب الذي يقره القرآن في التعامل مع أهل الكتاب في الجدال. الأساس الثالث أن نخرج فئة واحدة من هذا الأسلوب الذي قدمه القرآن، هذه الفئة إلا الذين ظلموا منهم. ولاحظ هنا الفعل ماضي، ظلموا منهم. ما معنى ظلموا منهم؟ يعني هذا الجاحد المكابر المعاند الظالم بكلامه بإهاناته بسبابه بشتائمه، هذا الذي لا يريد البحث عن الحقيقة، هذا الذي لا يريد إلا مثلا أن يفشل مثل هذه الجدالات، مثل هذا النوع من الناس، هذا لا تنطبق عليه القاعدة الأصلية. هذه فئة تعامل بطريقة مختلفة. وصيغة ظلم فعل ماضي لربما للدلالة أن لا تأتي بالأحكام المسبقة وتقول فلان أو هذا الشخص اللي الآن أريد أن أجادله هو من هذا النوع، فأبدأ من البداية بماذا؟ بالأسلوب العنيف، بالأسلوب الأسوأ، بالأسلوب، لا، أول يثبت لك، لما يتبين أنه هو من الذين ظلموا حين ذاك إذا دخلت معه في جدال فيكون جدالك بأسلوب مختلف. فلا تعطي أحكام مسبقة، لا تصدر أحكام مسبقة على الناس ثم تقول بعد ذلك أنا استعملت معه هذا الأسلوب الذي هو أسوأ لأن أنا مسبقا أدري أن هذا الإنسان هو إنسان سيء. جرب أولا ثم بعد ذلك إذا ثبت لك من الممكن أن تنتقل إلى الأسلوب الآخر. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. كأن هذه الآية في البداية تقدم لنا يعني مصداق من مصاديق أو أسلوب من أساليب الجدال بالتي هي أحسن. كيف؟ وقولوا، يعني ابحثوا اطرحوا الأرضية المشتركة بيننا وبينكم، يعني ابحث عن نقاط الالتقاء، اطرح نقاط الالتقاء، لا تطرح نقاط الاختلاف. الأرضية اللي تبنيها في جدالك تكون نقاط الالتقاء، ومن خلال ذلك أكد على هذه النقاط من أجل أن تجذب إليك الطرف الآخر. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، نحن كمسلمين نؤمن بالتوراة ونؤمن بالزبور ونؤمن بالإنجيل كما نؤمن بالقرآن. آمنا بالذي أنزل إلينا القرآن وأنزل إليكم، وأنتم تؤمنون بالإنجيل، تؤمنون إذا هم من النصارى، تؤمنون بالزبور، تؤمنون بالتوراة كذا، فعندنا نقاط الالتقاء هذه بأنها كتب منزلة من عند الله عز وجل، وهذه رسالة ضمنية للمسلمين في جدالكم مع أهل الكتاب. لا تبحثوا في موارد الهداية، لا تبحثوا عن الموارد المحرفة في الكتب السماوية السابقة، لا تطرحون عليهم أنتم عندكم قصة النبي نوح بهالشكل وهذا تحريف، وقصة النبي لوط بهذا الشكل وفيها تحريف، قصة النبي إبراهيم بهالشكل وهذا فين، هذا ما راح يفتح آفاق جدال هادئ ورصين وحكيم من خلاله تهدي الطرف الآخر، وإنما ستستفزه
لأن هذا عنده كتاب مقدس اسمه The Holy Bible مثلا أو الكتاب المقدس. فأنت لما تأتي إليه وتقول له هذا كتابك المقدس اخرطي ما يسوى بيزة كله كذب وافتراء وإهانات للأنبياء ما راح يستمع لك لن يهتدي. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا شوفوا وين في موارد التقاء وتشابه بين اللي عندكم وعندهم هذا اللي اطرحوا ما دام ان المورد هو مورد هداية. طبعا هذا لا يعني ان في البحوث العلمية في الموارد التي هي ليست موارد يعني رغبة في هداية الآخر وإنما نقاشات علمية في قضايا ترتبط بما في الكتب السماوية ومقارنتها وغيرها، هذا لا يعني أن نقفل هذه الأبواب وهذه البحوث، ولكن أقصد في جدالاتنا معهم إن رغبنا بأن نفتح لهم أبواب الإسلام وأبواب الهداية نطرح نقاط الالتقاء. وإلهنا وإلهكم واحد. الآن المسيحي يفسر الله بطريقة بس هو يقول الله واحد، ونفس الله اللي احنا نتكلم عنه هو يتكلم عنه، لكن هو له رؤية فلسفية خاصة. اليهودي نفس الشيء، والمسلم هكذا، وحتى الصابئي أيضا هكذا، كلهم في النتيجة اتباع الرسالات السماوية هم يتكلمون عن إله واحد، لكن كل ينظر إليه بنظر. بل داخل البيت الإسلامي الآن المجسمة من المسلمين الذين يقولون الله له رأس ولكن لا نعلم كيفية هذا الرأس، وله وجه لا نعلم كيفية هذا الوجه، وله يد ولا نعلم كيفية هذا الوجه، هم مجسمة، ولكن يبقى أنه هو يتكلم عن نفس الله اللي احنا نتكلم عنه. ولذا ما نقوم به نحن في الدوائر الإسلامية الإسلامية بل وداخل المذهب الواحد من البحث عن نقاط الاختلاف، عندما أريد أن أطرح فكرة معينة أهدي إليها الطرف الآخر وأأتي وأقول نبينا غير نبيكم، أنتوا تقولون النبي مو معصوم، النبي سوي كذا، النبي ارتكب كذا، النبي تصرف في المكان الفلاني بالطريقة الفلانية، احنا ما نقول نبينا كذي، فإذا نبينا غير نبيكم وإن كان يحمل نفس الاسم. الله غير الله عندكم، احنا الله عندنا مو جسم، الله سبحانه وتعالى لا ينتقل، الله سبحانه وتعالى انتم تقولون الله يأتي في آخر الليل إلى سماء الدنيا، الله جسم، الله إيد، الله عيون، فإذا ربكم غير وربنا غير. هذه الآية القرآنية تنبهنا تقول هذا ليس جدال بالتي هي أحسن. الذي يريد أن يهدي الآخرين اللي ما عنده ذاتية في قضية الجدال ما يلجأ إلى هذا الأسلوب، لأن هذا الأسلوب استفزازي، هذا الأسلوب لا يبني أرضية للجدال وإنما يهدم أي احتمالية لهداية الطرف الآخر وأي احتمالية لأن نوجد أرضية مشتركة مع الطرف الآخر. ونحن له مسلمون، وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. نحن نقول أسلمنا أمرنا لله عز وجل، ماذا يقول لنا الله عز وجل على مستوى الفكر، على مستوى التشريع، على مستوى التاريخ، على مستوى الآيات القرآنية النازلة؟ نحن أسلمنا أمرنا لله، وأنتم أيضا تقولون أنكم سلمتم أمركم لله، تعالوا فلنرى هل ما تتبنونه قابل أن يستمر على مدى الحياة؟ هل ممكن أن يكون في مجال أن نطرح الإسلام كإكمال لهذه المسيرة الرسالية التي جاء بها الرسل الآخرين؟ تعالوا فلنناقش هذا، ماذا لدينا في الإسلام من الممكن أن يصطدم مع متبنياتكم ومع إعلانكم أنكم مسلمون لله عز وجل؟ فإذا كان ما في شيء من هذا القبيل كبير يستدعي أنكم أنتم تبتعدون عن الإسلام، تعالوا وادرسوا الإسلام فلعلكم تجدون فيه ما يكمل هذه المسيرة. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. هذا المقطع في بداية الآية 47 آخر آية ندرسها الليلة، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، مختلف في تفسيرها، لكن التفسير اللي يعني أقرب أشوفه أنا شخصيا يعني أرى بأن أقرب إلى جو الآيات إلى السياق أن الله سبحانه وتعالى يقول كما أخبرتكم كيف تجادلون أهل الكتاب، أن يكون الجدال هو بالتي هي أحسن، أن يكون هذا الجدال
للبحث عن نقاط الاشتراك، أن تتعاملوا مع الدعوة بالحكمة، أن تكون غايتكم الهداية، أن يكون أسلوبكم طيبا، إلا مع الذين ظلموا، إلا مع الذين عاندوا، إلا مع الذين جحدوا، إلا مع الذين كابروا، فإننا قد أنزلنا إليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وآله بنفس هذا الأسلوب. أسلوب القرآن هو هذا الأسلوب، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب. يعني مثل ما خبرناك قبل شوي شلون يكون أسلوبك، أسلوب القرآن هو نفس الشيء. أسلوب القرآن هو البحث عن نقاط الكذا وكذا كذا، إلا الذين ظلموا. من توصل الأمور إلى الظلم من قبل الطرف الآخر تغير أسلوب القرآن. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، إذا كانوا منصفين، وإذا كنت تبحث في قرارة أنفسهم، وأن لم يعلنوا ظاهريا بإيمانهم بما جاء في القرآن، خاصة هذا الأسلوب، لأنهم يعلمون بأن هذا هو أسلوب الرسالات السماوية، يعلمون بأن هذا وما في الإنجيل وما في الكتب السابقة من معين واحد، ولذا هم في قرارة أنفسهم يؤمنون بذلك، وإن لم يصرحوا بذلك، وبعضهم صرحوا. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء يعني من قريش من يؤمن به. لا تشوفهم جحود واستكبار وعناد وكذا، ترى بعضهم في داخل أنفسهم واصلين إلى قناعات، منتهين من القضية بالداخل، مؤمنين أن هذا من عند الله عز وجل، ولكن يأخذون مكابرة، يأخذين موقف آخر. ومن هؤلاء من يؤمن به، مو كلهم، لكن فيهم من هو هكذا، وفيهم من تم يعني حجب قلبه وعقله وكذا عن الحقيقة. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. الآن نأتي لها التعبير، فالذين آتيناهم الكتاب، الآية ما قالت فأهل الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب، شو معنى هذا التعبير؟ يقولون من المحتمل أن الذين آتيناهم الكتاب رسالة لهم، أن أنتم تم تحميلكم مسؤولية الكتب السماوية السابقة، فكونوا على قدر هذه المسؤولية. فالذين آتيناهم الكتاب، ما قال أهل الكتاب، احنا عطيناكم الكتاب، يوم عطيناكم الكتاب قلنا لكم تحملوا مسؤولية ما في الكتب السماوية، وجزء من تحمل ما في الكتب السماوية أن تنتظروا دائما ذلك النبي الذي سيأتي في زمن ما ويكمل هذه الرسالة، فعليكم أن تؤمنوا به وأن لا تكابروا، وبالتالي كأن هذه رسالة ضمنية. فالذين آتيناهم الكتاب في آية 44 من سورة المائدة بما استحفظوا من كتاب الله، يعني هم حملوا مسؤولية حفظ هذه الكتب السماوية. ومن هؤلاء من المشركين من قريش من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، المتوغلون في الكفر، الراسخون فيه. والكفر يعني تغطية، مثل المزارع الذي يغطي البذرة، فهؤلاء يغطون الحقائق، يحاولون أن يخفوا ما في صدورهم من إيمان بأن هذه الرسالة من عند الله، والحمد لله. اللهم صل على محمد.